حقيقي الرياضة ينفع تطلع منها ألف عبرة ودرس وقصة وحكاية، مليانة حكايات. الرياضة شبه الحياة كده، ودايما كانوا يقولوا لنا الملعب صورة مصغرة للحياة، فالسلوكيات اللي بتحصل في الملعب والتحديات اللي بتحصل في الملعب قصص. احنا النهاردة معانا ليكوا قصة حلوة جدا من قلب الرياضة. بنشوف طبعا، وانا شخصيا يعني بشوف نص حياتي مقضيها في التمارين يعني، لكن لما بنشوف كده كأمهات يعني ولادنا وفي التمرين وبنعمل ايه، والجيل يمكن ينفع اقول كده ان الجيل بتاعي مثلا انا، احنا اتعلمنا نودي ولادنا يلعبوا ونشجعهم على رياضه، لكن اهالينا ما كانوش بيعملوا كده. الاجمل بقى والاحلى والاروع انه يبقى في انتباه مش بس ولادي يلعبوا رياضه، لان انا فاهم قيمه الرياضه واهميتها، لكن انا كمان العب واشارك واهتم وانتبه انه دي حاجه مهمه قوي وفي حاجه كبيره قوي فايتاني. النهارده بقى معانا قصه سكر لام اسمها ايمان موسى الجمل، اللي كانت زي اي ام بتودي ابنها التدريب الخماسي وابنها بطل وزي الفل. هي بقى قررت تلعب خماسي حديث الى ان حدثت المفاجاه الجميله اللي بحكي لكم عليها. الأم والابن على منصة التتويج، بصوا الجمال، بصوا الصورة الحلوة دي. تعالوا نشوف بقى أستاذة إيمان لاعبة الخماسي الحديث، إمتى بدأت وإمتى الشطارة دي وإمتى خدت بطولة؟ ابنها ده واضح إنه كده نتيجة متوقعة كده لتعبها، لكن قصة إن هي والابن يكسبوا دي حاجة جميلة. أستاذة إيمان مساء الخير ومبسوطين إنك معانا. مساء النور، اهلا وسهلا، ازيك استاذ دينا وازاي المشاهدين كلهم؟ ايه الجمال ده؟ احكي لنا بقى، احكي لنا امتى اشتعلت الحماسه وقررتي تلعبي مع ابنك؟ هو سبحان الله يعني هي كورونا كان ليها معايا انا فايده مش حاجه مضره، لان كان الاتحاد المصري بدا يعمل بطولات اونلاين زي ليزر كده من البيت يعني بزوم، وبتبقى لجنه تحكيم وفار عن طريق الزوم اونلاين. فساعتها اشتركت مع ولادي وجوزي. لا بس اشرحي لنا يعني ايه ازاي بطولات اونلاين، يعني انت الخماسي ده يعني خمس لعبات عن طريق الزوم. وهي الليزر عندنا في الخماسي بتبقى عباره عن طبانده وليها تارجت. بنقفل الشكل خمس يعني طلقات. الخمس طلقات دول بقى بيشوفوا اسرع واحد بيقفلهم في وقت قد ايه. بتبقى الزوم الكاميرا عندي وبتبقى على منافس تاني. وفي لكن التحكيم بتشوف الاثنين، وبيبقى في فار لو في اي اخطاء وبيقيسوا المسافات وكل حاجه. حلو قوي. وبنبدا دخلنا بقى الفاينل لغايه يعني لو ال 32 لغايه الفاينل. فالحمد لله الاول بدات تبع الاتحاد المصري للخماسي، وانا وولادي وجوزي وصلنا للفاينل وكسبنا. بدا الاتحاد الدولي يعمل الفكره ديت اونلاين برضو. وولادي جابوا مركز اول، كل واحد طبعا بتبقى مراحل، انا ماستر اللي هي ابني الكبير كان تحت 40 سنه وانا فوق 40 سنه. وابني الصغير تحت 20 سنه. والحمد لله كلنا هم جابوا مركز اول ومركز اول، وانا جبت مركز ثالث، بس برضو بعد ما وصلنا لتصفيات في بطوله العالم اللي هي الاونلاين. استاذه ايمان استني بس، ايه العيله دي كلها؟ العيله كلها بتلعب خماسي؟ لا هو الاونلاين كلنا انا وجوزي دخلنا صدفه، لكن ولادي الاثنين فعلا هم اللي بيلعبوا خماسي. وانتوا دخلتوا صدفه وبقيتوا فت كده وشاطرين وبتجيبوا مراكز؟ انا دخلتها كده صدفه، اكتشفت ان انا شاطره في الرمايه. دي مش حاجه سهله. فبعديها جاء بطوله عالم هنا في استاد القاهره السنه اللي فاتت. بس بقى دي اسمها ليزر ران، يعني فيها جري كمان، يعني طبانده بنضرب من على 10 متر وبنجري 600 متر 400 متر، ايامها كان 400 في 4، يعني بنجري اربع مرات 400 متر وبنرمي من 10 متر. فطبعا طبعا دي كانت مفاجأة، لان انا كنت ساعتها وزني كتير وما كنتش مستعدية خالص، ما كنتش بمارس اي رياضة ساعتها. وكان قدامي بس حوالي شهرين او شهر ونص. فمن هنا بقى بدأ دور ولادي ان هم قالوا لي انت شاطرة قوي في الرماية كده، فضلك الجري كملي. بدأ بقى ابني الكبير، هو دارس تغذية، هو في كلية طب اسنان بس هو دارس تغذية برضو وفيتنس، فبدا يعمل برنامج للتغذيه والفتنس. وابني الصغير بقى كان ايام الكورونا كان بيقعد من النادي بقى لوحدنا ويمرني رمايه وجري.
لغايه البطوله. مبسوطه مبسوطه وانا بسمعك قوي، يعني بتتكلمي عن الحاجات دي كانها سهله وبسيطه، ده في ناس بتقعد وقت، لكن انك تعملي التقدم ده وتحصدي مراكز ده وطبعا ان انا كمان اخس واتعلم حاجه في نفس الوقت كانت مرهقه عليا قوي طبعا. فالحمد لله يعني جبت ساعتها ابني جاب مركز تاني عالم وانا جبت مركز رابع. فمن هنا بقى بدات بقى فعلا اخد الموضوع بجد، وبدات انزل بقى معاهم التدريب، وبدات كمان اشجع الستات معايا في السباحه بقى. كملي كملي الخماسي ده لعب كتير. بالظبط ايوه، انا بدات بقى ساعتها اخد شويه تمارين سباحه بس كلياقه لغايه لما سافرنا الغردقه، كان في بطوله جمهوريه رانك جمهوريه لزهران وترياسل وبياسل في اول شهر 7 دوت. فقررت اشترك، انا كده كده كنت اشترك في الليزر رام بس قررت اشترك في الترياسل ونزلت، والحمد لله جبت مركز اول، ودي كانت اول سيده اكون اول سيده عربيه ومصريه تشارك في بطوله الترياسل. لا يعني مبسوطه بيكي يا استاذه ايمان، ونفسي عقبال ما نكمل بقى الخمس لعبات، وانا متاكده الروح كلها رياضه مع بعضها دي حاجه من اجمل الحاجات الواحد ممكن يشوفها وتبقى مبهجه. طول الوقت كنت بتساءل السؤال ده برضو لما بودي بنتي التمرين، انا بودي التمرين وافضل الف تراك مثلا كده واقعد اقول هو الامهات قاعده ليه؟ فكان نفسي اقلد استاذه ايمان كده وادخل بطولات زيها، بس يعني مش كل الناس عندها القدره والحماس انه هو كمان يشارك. فقصه جميله، ولسه عايزين نتابع مدام ايمان لما تقفل الخمس لعبات ان شاء الله.